Okay. كان في كود امبارح بس اليوم اكيد حيكون حلو. يا رب اليوم اقدر اساعد اكبر عدد ممكن من الناس. صباح الخير. تمام بس شو بالنسبه للاجرام يعني So this patient her name is Sham, she's in room 316. She came to me last night from the ER to this medical surgical floor. She's 25-year-old female. She came in as a case of hyperventilation and chest pain. No previous medical or surgical history that we know of, and no known drug allergies. She is complaining of insomnia, so they went ahead and gave her Xanax 0.5 milligrams in the ER. How about ECG, blood gases? Okay, so they did an EKG in the ER, which came back to a regular normal sinus rhythm, mm-hmm. and they also did ABGs, D-dimers, and pancreatic enzymes, and they all came with a normal range. Saadu, Saadu, inshallah, did you احبسي طفي الشمعة كيف مع الدكتور هدي حالك اكسجينك منيح نبضك ممتاز هلا بنشوفك مع الدكتور هدي حالك احنا كلنا معك انت مش لحالك برافو كثير منيح ماري احكي لي ايش مالك احكي لي ايش صاير معك خليني اخذ لك ضغطك ليش زعلانة؟ ليش زعلانة؟ احكي لي هلا ماري هي كيف طبيعة اكلها ما بتاكل اليوم جينا من سوريا هي ما بتاكل ما بتنام ما بتنام حتى اختي اللي كنت احبها ودائما اطلع معها وانبسط معها ما بحس انها اختي اللي كنا مع بعض في سوريا زمان بيناتنا حيضل بيناتنا وما حدا رح يعرف فيه فانت بتقدري تفتحي قلبك الي وتحكي لي كل اشي انت حابة تعرفيه انا واختي كنا بالمخيم واختي كانت عم تعمل بوب كورن واخر شي بتذكره كنت عم بسمع صوت البوب كورن وكل ما اسمع الصوت ذكرني بالرصاص اللي كنا نشوفه بسوريا انت ما فيك تتخيلي ما عم بقدر اكون اخت منيحة ما عم بقدر اكون اي شيء لاي حدا بدي موت بدي اخلص من هيدا الوجع اللي قاعد على قلبي الوجع اللي ما عم بيروح طيب عمرك فكرتي تنتحري؟ فكرت كثير فيها لانه اللي علمني الحرب انه الموت خلاص وكتير اشتقت لأهلي وأهلي ماتوا قدام عيوني
وبدي روح انضم لإلهم. طيب عم جربتي التحريم؟ ولا مرة جربت، بس كان عندي خطة. شو هي؟ كان عنا شارع بضل يمر فيه سيارات رايحين جايين، فكل ما اشوف سيارة رايحة جاية بفكر انه يا ريت تجهز السيارة وتاخذني، تخلصني من هيدا الوجع، من هيدا المسؤولية، من هيدا الحياة. انا اسمي عهد، واليوم بدنا نعمل عهد شفوي بيني وبينك انه انت ما تأذي حالك ابدا. كل ما تحسي حالك انك عندك هاي الافكار بتنادينا، بتلاقينا جنبك. وعدك انه قد ما فيي هحاول اوفي هيدا العهد وما اذي حالي. عشان أتابع المرضى يلي موجودين بالطوابق ويجوني هون على العيادة.